أحسن الله إليكم أبو محمد من الجبيل. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. حياك الله. يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا أملكت قبل شهر تقريبا ودخلت في اليوم وأنا أسوق السيارة دخلت في حالة خيالات ووسوسة وكأني كنت عند زوجتي أزورهم في البيت وكأنها تكلمت على أهلي وكأني يعني صارت مشاكل وصياح وضربت أنا وأبوها وطلعت للمحكمة كل هذه خيالات وكأني جيت عند الشيخ في المحكمة على أساس أبي يطلق وقال لي لا روح وارجع وراجع نفسك وارجع لنا وقمت أنا قلت لا فلانة زوجتي طالق 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 هذه كلها خيالات يوم خلصت من الكلمة هذه كأني وعيت أنا وكأني يعني وعيت أني ذكرت الاسم وذكرت زوجتي وذكرت كذا فكأني وعيت أن الكلام هذا يعني خطير فما أدري يا شيخ هذا يقع ولا ما يقع. طيب طيب شكرا يا أبو محمد. يا أخي هذا تقول أنك تلفظت بالطلاق ولكنك تقول أنه تخيلات وما أدري كيف وأنك فأنت راجع القاضي عندكم في المحكمة راجع القاضي الذي في المحكمة وألقي عليه هذا السؤال عن الطلاق اللي حصل منك. نعم.